طيب بس لنتأكد إنه الصوت شغال وهلأ بنبدأ. يا ريت تخبرونا. صوت وصورة منيح. راح نبدأ خلال دقيقتين إن شاء الله على الساعة 5 بمحاضرة اليوم اللي هي عن موضوع الردود النفسية، الصدمات النفسية أو الـ psychological trauma أحيانا بيسموها بالإنجليزي. راح نبدأ بعد حوالي دقيقة أو دقيقتين. حتى بس نسمح لناس أكبر إنه ينضموا لنا. طيب مساء الخير، صارت الساعة 5 المساء بتوقيت مانشستر. السلام عليكم، مساء الخير جميعا وشكرا لحضوركم معنا. أنا اسمي مصطفى الأشقر، أنا طبيب نفسي يسمى استشاري نفسي في هذا البلد أو consultant psychiatrist. وهذه هي الحلقة الأخيرة من حلقات محاضرات الصحة النفسية التي تنظمها جمعية فكر وبناء Rethink Rebuild Society، وهو اسم الجالية السورية في مانشستر أو مركز أو مكتب الجالية، جمعية الجالية. شكر كبير لـ Rethink Rebuild Society لتنظيم هذه السلسلة من المحاضرات والمحاضرات الأخرى التي حضرناها الفترة الماضية عن توعية في مجالات صحة مختلفة ومجالات مختلفة أيضا. شكرا جزيلا لكل القائمين على Rethink Rebuild Society. أنا يشرفني أن أكون جزءا من هذه المنظمة. Rethink Rebuild Society عم يعملوا أعمال وكانوا وما زالوا عم يعملوا أعمال كتير كتير حلوة ومهمة في سبيل خدمة سوريا والشعب السوري في الداخل والخارج. فالرجاء ممن يعني يحضرون هذه المحاضرة أن تدعموا Rethink Rebuild Society بأي وسيلة بأي طريقة وكل نشاطاتها، وأنه نحضر ونشارك ونقدم لهم أي دعم ممكن. طيب مثل ما قلت، هذه هي الحلقة الأخيرة من هذه الجلسات، والحمد لله أنه هي آخر حلقة لأنه شعري بلش يطول وما في حلاقين، فما بحب أطلع عليكم بعد ما يكون يطول شعري بالمستقبل. طيب اليوم راح نحكي عن موضوع الصدمات النفسية أو الردود النفسية أو التروما، psychological trauma ما بيسموها. ويعني هذا موضوع الحقيقة كتير مهم في بالذات في ضوء ما حصل وما زال يحصل في سوريا خلال الفترات الماضية منذ 2011 أو حتى يمكن من بداية الثمانينات أو قبل، على يد النظام في سوريا. وصلنا لمرحلة اليوم يمكن ما في شخص في سوريا أو خارجها إلا ما تعرض أو شهد أو سمع عن
كم كبير من الصدمات النفسية اللي تعرض له أو تعرض لها ناس آخرين قريبين منه. فإذا هذا الموضوع بيهمنا كثير كثير، بيهمنا نحاول نفهمه أكثر ونحصل على طريقة على الأقل للتفكير فيه بشكل سليم وبشكل علمي وواعي. نقطة ثانية، موضوع قريب إلى قلبي جدا بسبب كوني سوريا، وأيضا يمكن 100% من الناس اللي يشتغل معهم كمرضى أنا أو كطبيب نفسي، الناس اللي يشتغل معهم في المجال عملي تقريبا 100% عندهم كم كبير من وعانوا كم كبير من الصدمات النفسية، قد تكون مختلفة شوي عن مشاكل صدمات نفسية تبع شعبنا في سوريا. أنا نسبيا مؤهل لأن أتحدث عن الصدمات النفسية لهذا السبب، لأن معظم مرضاتي إذا ما كان كلهم يعانون أو عانوا من صدمات نفسية. السبب الآخر أنه عملت ماجستير في الصدمات النفسية Psychological Trauma من كم سنة بعد بداية الثورة. موضوع البحث في شهادة الماجستير كان عن أساليب أو طرق أو عوامل الصمود والمرونة والتحمل والشيء اللي يسموه بالإنجليزي الريزيلينس عند اللاجئين السوريين في مانشستر، وإن شاء الله بحكي شوي عن هالموضوع قريبا في نهاية الجلسة إن شاء الله إذا في عنا وقت. بهمني كتير إنه في ناس عم يتابعونا أو ممكن يتابعونا ويرجعوا يشوفوا الحلقة من سوريا، وسلامي لكم. مخطط الجلسة اليوم في معنا حوالي الساعة، رح أبدأ فيها بالحديث بشكل عام عن الردود أو الصدمات النفسية تروما أو psychological trauma. بعدين رح أحكي شوي عن PTSD أو تناذر ما بعد الصدمات النفسية أو post traumatic stress disorder أو اضطراب ما بعد الصدمات النفسية، ما بعرف ليش سميته تناذر. وبالأخير بدي أحكي شوي عن السياق السوري أو عن موضوع التروما في السياق السوري. لذلك نرحب بالأسئلة اليوم، ولكن قد أضطر أنه أخلي الأسئلة للأخير لو سمحتوا لي بعد إذنكم، لحتى نحاول نغطي هالموضوعات هي. بالذات بيهمني أوصل للسياق السوري شوي لأنه هذا كتير كتير مهم. طيب، فراح نبلش. لما نحكي عن تروما أو عن رد نفسي أو عن صدمة نفسية، فعم نحكي عن إيفنت، عم نحكي عن حدث أو شيء حصل للإنسان، شيء غالباً بيكون شديد، بيكون مفاجئ، بيكون قوي بكمية بشدته، بيكون سيريس، يعني بيكون الأثر تبعه كبير، غالباً بيأثر على بيكون له تأثير كبير على الإنسان، على حياته، على إحساسه بذاته، على منظومة القيم التي يستند إليها مثلاً في حياته. ولكن هذا التأثير، ومهم كتير أوصل لفكرة بالأول، تأثير الصدمات النفسية ليس بالضرورة أن يكون تأثيراً سلبياً. يعني نحن نفهم إنه تروما غالباً تعطي معنى سلبي، تروما يعني كسر، يعني رد، ولكن ليس بالضرورة أن يكون تأثيرها سواء غالباً القريب، تأثير القريب هو تأثير سلبي أو معاناة أو مشكلة أو ألم، ولكن التأثير البعيد للتروما للصدمات النفسية ليس بالضرورة أن يكون تأثيراً سلبياً. فخليني أحط هاي على طرف، ويعني إذا طلعنا من هالمحاضرة بهالجملة فأعتقد بكون حقي وصلني مثل ما بيقولوا. فهي شغلة مهمة. فإذا عم نحكي على حدث عنيف شديد قوي يترك أثراً كبيراً على حياة الإنسان اليومية وعلى مستقبله وعلى تفكيره ومشاعره وسلوكه وعلى تصوره لذاته وللآخرين وللعالم من حوله وللمستقبل. لما نحكي عن صدمات نفسية ممكن نحكي عن أنواع من الصدمات. قد يكون منها الشيء اللي بيأثر علي أنا كشخص فقط، أو الشيء اللي بيأثر علي ولكن ضمن تأثيره على عدد كبير من الناس، يعني حدث يحصل لي ولكن يحصل لعدد كبير من الناس من حولي، مثل مثلا لما بيصير في قصف على مدينة أو بلدة فكل الناس عم تتأثر، أنا لست الوحيد الذي يتأثر بهذه الصدمة أو هذا الأذى، ماشي؟
ففي شيء اسمه الانديفيدوال، يعني الصدمة لشخص لحاله، أو الكولكتيف اللي هو مع المجموع. في شيء لما عم نحكي على صدمة للكولكتيف، أو على مشكلة، يعني حادث صادم لكل الناس معهم، لمجموعة من الناس، فهذا قد يكون مان ميد، يعني من صنع الإنسان، مثل القصف مثلا. قد يكون من صنع، خلينا نقول، كارثة طبيعية مثل الزلزال، كل الناس عم تتأثر، ولكنه ليس من صنع شخص أو إنسان. يعني في شيء ممكن نفرق بالصدمات النفسية بين شيء بيحصل إلي بشكل عرضي كحادث سيارة مثلا، ممكن يكون شيء بيحصل إلي ولكن على يد شخص آخر، الشيء اللي ممكن نسميه الانتربيرسونال، يعني في حدا آخر إجا واعتدى علي مثلا. فهون كمان الفرق، هلا بوصل لفكرة إنه ليش أنا عم أقسمهم بهالطريقة هاي. ممكن يكون الصدمة النفسية حصلت كنتيجة لحدث مرة واحدة، حصل مرة واحدة فقط، أو ممكن يكون نفس الحدث تكرر لعدد من المرات. مثال حاضر بذهني هو قصف متكرر مثلا يوميا، أو صوت الطيارات أو إلى آخره. ممكن يكون الحدث حصل، ممكن يكون الصدمات اللي تعرض لها الإنسان هي متعددة الأنواع، يعني عدد كبير من الصدمات، شخص مثلا قصف بيت جاره، انقتل جاره، بعدين هو قصف بيته، بعدين هو تعرض للاعتقال والتعذيب والاغتصاب وإلى آخره وإلى آخره. نسيت أن أقول أنه الحديث في هذه المواضيع قد يثير شجون وآلام وأسى عند بعض الناس، إذا كان بفيد أنه الناس تحكي معنا بعد هذه الحلقة، فأنا مستعد، وأسرة جمعية فكر وبناء مستعدون لتقبل أي أو التواصل مع الناس إذا كان الحديث في هذه المواضيع أثر فيهم بشكل سلبي، وبهمهم أنه بس يحكوا مع حدا بهالقصص. طيب، فإذا كنا عم نقول إنه ممكن الحدث يكون حدث واحد فقط، الحدث الصادم، أو ممكن يكون مجموعة من التفاصيل الصادمة التي حصلت للشخص نفسه. ممكن يكون الحدث حصل إلي شخصيا، أو ممكن يكون حصل لحدا كثير قريب إلي بس أنا شفته مثلا، أو شهدت، مثل ما قلنا مثلا قصف بيت جاري، أو شفت حدا اعتدي عليه في الشارع مثلا قدامي. ممكن يكون شيء أنا سمعت عنه، حصل أذى أو صدمة نفسية لحدا من الناس اللي بحبهم مثلا، أقرباء أو أصدقاء أو إلى آخره. الشيء المهم إنه ممكن يكون مثلا تفريق الآخر، إنه ممكن يكون الحدث الصادم هو حدث عشوائي، يعني أنا أصبت بهذا الموضوع، حدث إنه أنا كنت موجود بهالمحل هذا، نزلت من سيارتي لأعبي بنزين، إجوا اثنين اعتدوا علي وتركوني في الشارع. هذا عشوائي، ما كانوا هن قاصدين انه انا اكون الشخص اللي يعتدوا علي، بس لانه رادوا يسرقوا لي مصرياتي ويمشوا مثلا. بس ممكن يكون الشخص اللي اعتدي علي مقصود، مثل مثلا احداث الاغتيال او غيره او غيره، الشخص نفسه هو مقصود لذاته، لما يمثله من 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 تفاصيل معينه. الفكره اللي بدي احاول اوصل، ليش عم فرق بين هدول الاحداث الصادمه او هالانواع من الصدمات النفسيه، لانه كل نوع من هذه الصدمات يؤدي الى اثر معين عند الانسان، اثر نفسي معين عند الانسان اللي كان ضحيه هذه الصدمه، يتعلق بهالمعنى هذا، بالمعنى اللي انا ربطته بهذه الصدمه التي تعرضت لها. يعني اذا انا كنت مستهدف لشخصي، هذا كثير بيفرق اذا كنت انا مستهدف، انا حصل انه كنت بشكل عشوائي، كنت موجود بمحل معين واصابني هذا الاذى. اذا كنت مستهدف لقيم معينه احملها مثلا، هذا كثير بيفرق عن اذا كنت مستهدف لانه مثل ما قلنا، لانه انا جزء من مجموعه كبيره من هالناس، وكل الناس بقلب بعضها عم تنصاب. كثير بيفرق اذا كل الناس مصيوبه معي وعم تعاني بنفس الطريقه، عن اذا كنت انا الشخص الوحيد اللي اعاني، او معاناتي هي مميزه ومختلفه عن معاناه الكل. كثير بيفرق اذا كان حصل لي زلزال ومثلا وعانيت او شهدت صدمه كبيره، او تعرضت لاذى جسدي بسبب زلزال،
عن إذا كان هذا الأذى سببه إنسان أو نظام أو جيش أو إلى آخره. فهون يعني كل المعنى اللي أنا بربطه في بهذا الحدث يؤثر تأثيرا كبيرا على كيف بيأثر علي هذا الحدث بالمستقبل، نتائج أو آثار هذا الحدث. ماشي، فبعتقد هي كمقدمة كثير كثير مهمة. كل معظم الناس يتعرضون في حياتهم على الأقل لحدث واحد من هذه الأحداث اللي عم نحكيها، سواء كان حادث سيارة أو كان شهد، يعني شهد مثلاً إنه حدا قدامه تعرض لأذى أو لضرب أو لاغتصاب، أو هو نفسه تعرض لأي مشكلة من هذه المشاكل اللي حكيناها. حوالي 60%، يعني تقريباً بين 50 ل 60% من الناس في حياتهم يتعرضون على الأقل واحد من هذه الأحداث. طبعا ناس مثل شعبنا في سوريا مثلا تعرضوا لي قد يكون لعدد كبير من هذه الأحداث خلال فترة زمنية نسبيا قليلة. ولكن الشيء المهم هون إذا عم نحكي على اضطراب ما بعد الصدمة النفسية، اللي هو أكثر شيء بنحكى فيه بالسياق السوري مثلا، اضطراب ما بعد الصدمة النفسية يتعرض له ربع أو أقل من ربع الناس الذين تعرضوا لصدمة نفسية معينة. فإذا نحن عم نقول إنه معظم الناس تتعرض لصدمات نفسية، ولكن نسبة الناس اللي بتطور عندهم الشيء اللي بنسميه اضطراب، اللي هو مرض نفسي، اضطراب ما بعد الصدمة النفسية، هم قلة قليلة، هم الربع أو حتى أقل من ذلك. فإذا معظم الناس تخرج من الصدمات النفسية من غير أن تعاني من اضطراب الصدمة النفسية، اضطراب ما بعد الصدمة النفسية. ماشي، النقطة الثانية اللي بدي أقولها أنه اضطراب ما بعد الصدمة النفسية اللي راح أسميه باختصار الـ PTSD أو الـ Post Traumatic Stress Disorder هو ليس النتيجة الوحيدة من النتائج السلبية للإصابة بالصدمات النفسية أو الردود أو التروما. ماشي، إنه هو ربع الناس بيصير عنده، ربع الناس اللي تعرضوا لصدمات من هذا النوع يتطور عندهم مرض اضطراب ما بعد الصدمة النفسية، ولكن ليس هذه هي النتيجة الوحيدة. يعني في عدد من الآثار اللي ممكن تتركها الصدمة النفسية على الإنسان على المدى القصير والمدى البعيد. شو هي هالآثار؟ مثل ما حكيت قبل، ممكن واحد يمر بحدث عصيب، صدمة، تروما، وما يترك عنده أي أثر، بمعنى أنه يطلع يكمل حياته. حادث سيارة لنفرض، مهما كانت شدته، إذا المريض طلع منه سليم جسديا مثلا، ممكن يطلع من غير أي أذى نفسي، أي أذى على المستوى النفسي. ممكن يطلع من هذه الصدمات بشكل بنتيجة إيجابية. في كثير من الناس بيطلعوا بشيء اللي بنسميه Post Traumatic Growth، اللي هو النمو ما بعد الصدمة، بمعنى انه شخص بتعرض لازمه عصيبه كثير، بيعيش بي 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 بيرجع بيعيد حساباته، بيرجع بيشوف الامور بشكل مختلف، بيرجع بيفكر من جديد بحاله، بعلاقاته مع الاخرين. عم فكر هلا مثلا انا برئيس وزراء بريطانيا اللي تعرض للكورونا من فتره قريبه ودخل العنايه المشدده والى اخره. اتمنى ان يخرج من هذه الصدمة التي تعرض لها برؤية مختلفة عن المجتمع والناس وطريقة إدارة هذا البلد بشكل أكثر حكمة. فهذا ممكن يكون أحد الآثار اللي ممكن تكون إيجابية نتيجة للصدمة. في ناس بتقول إنه what doesn't kill you makes you stronger، يعني الشيء اللي ما بيقتلك بيقويك أكثر، فممكن الناس تطلع أقوى من الصدمات. نركز اليوم لأنه أنا طبيب نفسي، أنا بشوف الأمور بشكل يمكن بركز على الآثار السلبية. الآثار السلبية يمكن نفكر فيها كأمراض، كمجموعات من الأمراض النفسية اللي حكينا من أهمها تناذر أو اضطراب ما بعد الصدمة النفسية Post Traumatic Stress Disorder، ولكن ليس الوحيد. إذا فكرت بأي الناس اللي كانوا متابعونا بالفترات الماضية يتذكروا انه بكل ما حكينا عن مرض، سواء كان اكتئاب او قلق او ذهان او اضطرابات شخصيه او غيره او غيره، اي مرض من هذه الامراض قد يزيد احتماله اذا كان الشخص تعرض لصدمه نفسيه في وقت من الاوقات، وخصوصا
وخصوصا في فترة الطفولة. فإذا نحن عم نحكي على صدمات نفسية قد يعني تزيد من احتمال الإصابة أو من احتمال تطور أي مرض من الأمراض النفسية على الإطلاق. ماشي؟ وخصوصا بهذا السياق عم نحكي على صدمات نفسية تعرض لها الشخص في فترة الطفولة. يعني عم نحكي على أذى جسدي سواء من قبل أهله بالبيت، تعنيف، ضرب. عم نحكي على أذى جنسي مثلا سواء تعرض له الطفل على أيدي أهله مثل ما قلنا بالبيت أو أبوه أو جوز أمه أو حدا غريب. عم نحكي على بولينج يعني تنمر بالمدرسة بشكل شديد مثلا. عم نحكي على إهمال من قبل أهله خصوصا بالبيت، إهمال أو تعنيف نفسي مثلا، بيضلوا يبهدلوه بيهينوه بيأذوه إلى آخره، أو إهمال لحاجاته الأساسية مثلا في الأكل في الشرب في اللباس، بإهمال نفسي مثلا. فكل هذه الأنواع من الردود النفسية للأطفال قد تزيد من احتمال الإصابة بأي مرض من الأمراض النفسية. حوالي النصف أو أكثر من نصف الناس اللي عندهم أمراض نفسية شديدة اللي بنسميها severe mental illness، يعني عم نحكي على اكتئاب شديد، عم نحكي على قلق شديد، عم نحكي على ذهان، هم ناس كبالغين في طفولتهم عانوا من أذى سواء جسدي أو أذى جنسي، يعني sexual أو physical abuse. فإذا بنحكي على نسبة كبيرة من الناس اللي هلا بيجوني أنا كأدلتس كبالغين بأمراض نفسية شديدة، هم ضحايا لإيذاء جسدي أو جنسي عندما كانوا أطفالا. إذا عم نحكي على الاغتصاب مثلا كنوع من أنواع الردود النفسية الشديدة العنيفة التي يتعرض لها بشكل خاص النساء، ولكن ليست أو النساء أو الصبايا الطفلات يعني، ولكن ليس حصرا حكرا على النساء. الاغتصاب يزيد احتمال أن تصاب الامرأة بالاكتئاب مثلا 5 أضعاف احتمال أن تصاب بالاكتئاب إذا لم تتعرض للاغتصاب. الفوبياز اللي هي الرهابات اللي هي بعض أنواع القلق الشديد يزيد احتمال إصابة النساء بالرهاب 12 مرة إذا كان تعرضت الامرأة لاغتصاب. يزيد احتمال الإصابة بالوسواس القهري 7 مرات. يزيد احتمال الإصابة بالـ PTSD اللي هو اضطراب ما بعد الصدمة حوالي 8 مرات. الذهان مثلا يزيد احتمال إصابة الامرأة بذهان حوالي 10 مرات إذا كانت تعرضت لاغتصاب في فترة من حياتها. فعم نحكي عن أي مرض من الأمراض النفسية يزيد احتماله بشكل كبير جدا إذا كان الشخص تعرض لنوع من هذه الصدمات النفسية. 91% تقريبا، يعني تقريبا كل الناس من الناس اللي بنشوفهم بعيادات الطب النفسي هم عانوا على الأقل من نوع واحد أو من حدث واحد من هذه الأحداث الصادمة نفسيا لهم. احتمال أن يطور الإنسان أو يتطور عنده مرض من هذه الأمراض النفسية يزيد طبعاً بزيادة عدد الصدمات التي تعرض لها في حياته، يزيد كلما كانت الصدمة التي تعرض لها حصلت في فترة أبكر من حياته. يعني إذا كان حصل الصدمة بفترة بالطفولة مثلاً، طفولة مبكرة، فهذا احتمال أنه يزيد أكثر من احتمال أنه يصير عنده مشكلة نفسية في المستقبل. احتمال انه تحصل مشاكل نفسيه للناس اللي تعرضوا لصدمات نفسيه بيزيد كمان اذا كان الصدمه النفسيه هي من نوع الشيء اللي سميناه الانتربيرسونال، يعني الشيء اللي انه حصل اعتداء من شخص اخر وليس شيء عشوائي او شيء حدث كارثه طبيعيه مثلا. الاعتداءات مثل ما قلنا الابيوس يعني سواء جسدي او جنسي. طيب إذا بعدنا شوي عن الأمراض النفسية كنتيجة للردود أو الصدمات التي يتعرض لها الناس، في شيء بيحصل لما الإنسان بيتعرض لصدمة نفسية من النوع اللي عم نشوفه بسوريا مثلا، أو شخص يتعرض لاغتصاب، أو شخص يتعرض لاعتداء جسدي عنيف مثلا مثل ما قلنا برايح يعبي بنزين و
البترول ستيشن لمحطة البترول تعرض لاعتداء جسدي أو إلى آخره. الشيء اللي بيحصل إنه تتغير طريقة تفكيره على العالم وعلى نفسه وعلى الناس حواليه. هذا مبني على فرضية بيحكوا فيها بعلم النفس أو نظرية، خلينا نقول، اللي هي إنه كلنا نعيش حياتنا بشكل عام مستندين على مجموعة من التصورات اللي ما بنفكر فيها كثير لأنه هي موجودة دائما بذهننا. بعض هذه التصورات إنه الحياة نسبيا يمكن التنبؤ بها، إنه أنا مثلا بطلع من بيتي بدي أروح أشتري شغلة وبرجع، تخيل إني راح أرجع على البيت سليما معافى. مثلا إذا رحت أحكي مع شخص بالشارع مثلا أسأله وين طريق فلان، وين طريق محل فلاني، الشخص راح يجاوب علي بلطف ويحاول يساعدني إذا بيقدر إلى آخره. اعتقادنا بأنه في حد أدنى من العدالة في هذا العالم مثلا، لما بتصير صدمات نفسية من النوع اللي حكينا والأنواع اللي حكينا عنها، خصوصا مثلا اللي عم يصير بسوريا، هل assumptions هاي، هل افتراضات اللي نحملها معنا أينما ذهبنا عن العالم وعن أنفسنا وعن الناس حوالينا تتكسر تنضرب؟ في شيء كتير أساسي بينضرب ونبلش نعيد النظر فيها. العالم فجأة بيصير مخيف، ما بيعود آمن، ما بيعود في عدالة في هذا العالم. الناس ببلش بتصورهم بشكل شرير وسيء، وببلش أحسب حسابات كتير كبيرة سابقا في الماضي ما كنت أحسبها. يعني لما كنت أفكر أن الناس نسبيا بطبعهم أن الناس طيبين وخيرين وبيريدوا الخير لبعضهم وإلى آخره، هلأ بصير أفكر فيهم بشكل كتير سلبي، بصير أحسب أنه الناس بتضمر الشر إلي مثلا، بصير البارانويا، بصير الأحاسيس السلبية تجاه الناس. مثل ما أنه بصير لما أطلع من بيتي أفكر أنه بأي لحظة أنا ممكن اتعرض لهجوم لأذى، من سواء من الناس أو من شيء حتى ما معروف شو هو. فهذا الشيء اللي يسموه shattered assumptions، اللي هو الافتراضات اللي بتتكسر أو بتنضرب بتتهشم كنتيجة للصدمات النفسية، وخصوصا الصدمات النفسية اللي هي غير متوقعة أو اللي يعني ما كان ممكن تنحسب أو يتوقع أنه تحصل. صدمات نفسية تؤثر على، مثل ما حكينا، على طريقة تفكير الإنسان بذاته بمحيطه. ممكن بعض الناس تبلش تاخذ هوية الشخص المهزوم، الضحية، الشخص الضعيف، بيصير شيء بسموه الهيلبلسنس، انه ما ممكن شو ما عملت انا بحالي او شو ما غيرت بوضعي، ما ممكن انه شو ما حاولت ممكن انه وضعي يتغير، ما ممكن انه اغير من ظروف حياتي. فبيستسلم الواحد للمعاناة تبعه. في فكرة كتير مهمة هون بنحكيها خصوصا في سياق الناس اللي تعرضوا لأذى شخصي، يعني شخص واحد تعرض لمشكلة. مثلا الطفل اللي كل ما بيروح على المدرسة بياكل قتلة من رفقاته أو من زملائه بالمدرسة، هي نوع من انواع الصدمات النفسيه اللي كثير من الاحيان تؤدي الى عدد من الامراض النفسيه دي. لما ببلش بيكبر هذا الطفل بصير يخاف المدرسه، بصير خجول، بينطوي على حاله، بصير دائما مرعوب، بصير مكتئب، بصير عنده قلق، بصير يؤذي حاله مثلا الى اخره. الفكره هون انه هذا الطفل اذا كان عنده حدا بالبيت، اب وام حنونين منفتحين عليه، بيستوعبوا معاناته وقادرين انه يسمعوا لو عنده، بيعطوه وقت وجهد من حالهم لحتى، وبيقدر هو بيحس هو انه قادر انه يفتح لهم قلبه عفوا. فهذا الطفل تاثير هالتنمر هذا اللي بيسموه بالمدارس راح يكون نسبيا قليل عليه، وراح يقدر يتحمله، وراح يقدر يطلع منه سليما معافى اكثر بكثير من طفل عم يتعرض للأذى بالمدرسة من قبل زملائه، ولكن بيجي على البيت يا أنه عم ينضرب بالبيت، يا أنه ما حدا سألان عنه لأنه أبوه ملتهي بشغلة وأمه ملتهية بشغلة ثانية، أنه أبوه عم يضرب أمه وأمه عم تاكل قتل وما حدا فاضي لحدا وإلى آخره. فوين بده يروح بهالمشاعر، بهالمعاناة اللي عم يتعرض لها بالمدرسة؟
امبارح كان عندي مريض من هالنوع اللي هو كان يروح على المدرسة ياكل قتل، كان يجي على البيت ياكل قتل، كان يقول لي طلع انا من الشباك اذا جوز امه موجود بالبيت ما يفوت على البيت لانه جوز امه راح يرجع يضربه، راح يرجع يعتدي عليه وراح يرجع يهينه ويذله، فوين بده يروح بحاله؟ طبعا ما مستغرب انه هذا الشخص صار مريضي لما صار عمره بالاربعينات او الى اخره. فاذا وين الـ وين التروما؟ يعني هذا سؤال كثير مهم، وير از ذا تروما؟ وين وين المشكله الحقيقيه؟ التنمر شائع جدا بالمجتمع بالمدارس. المشكله الحقيقيه عند هؤلاء الاطفال اللي التنمر بياثر عليهم هي المشكله انه هن ما عندهم محل ياخذوا مشاعر هي السلبية، الألم، الأسى، المعاناة، ويحكوا عنها ويخلوا حدا من الكبار، يعني سواء أب أو أم أو أخوة أو أصدقاء أو إلى آخره، حدا يستوعبهم ويحن عليهم ويساعدهم في تحمل هذه المعاناة. فدائما نحن بنفكر إنه طيب هي التروما هي حصلت لهذا الطفل بالمدرسة، لا، الحقيقة هي حصلت عنده أو إله بالبيت. هذا بيقودنا لشيء يعني كثير مهم بهالسياق، هي من احد اهم التجارب او الدراسات اللي انعملت في سياق الردود النفسيه، وخصوصا في سياق ما نسميه بال childhood experiences، يعني ظروف او التجارب او الخبرات اللي تعرض لها الاطفال، والشيء اللي بنسميه الادفيرس تشايلدهود اكسبيرينسز، يعني الظروف السلبية التي تعرض لها الناس عندما كانوا أطفالا. الشيء اللي انعمل هو دراسة كتير كتير كبيرة بالتسعينات سموها الأيس أو الـ Adverse Childhood Experience Study، اللي هي مثل ما قلنا الظروف أو الـ Experiences، يعني خبرات أو تجارب سلبية تعرض لها الأطفال. فراحوا درسوا عدد كبير من الناس في امريكا، حوالي يعني الاف الناس، وبعدين الدراسه بلشت مثل ما قلنا باواسط التسعينات، وبعدين في سان دييغو، وبعدين انعمل يعني عدد كبير من الابحاث بعدها بناء عليها، وظلت تتاكد نفس النتائج انه الظروف او التجارب او الخبرات اللي بيتعرض لها الاطفال، الخبرات السلبيه اللي عم نحكي عنها اللي تعرضوا لها الاطفال، لها تاثير كبير جدا على حياتهم في المستقبل، على حياتهم من ناحيه، مو بس من ناحيه الامراض النفسيه، ولكن من ناحيه الامراض العضويه، من ناحيه مستقبلهم، من ناحيه قدرتهم على تحصيل العمل مثلا والانجاز، الانجاز الاكاديمي والعلمي والجامعي والمدرسي والى اخره، من ناحيه حتى فتره انه ايش قد بيعيش، يعني فتره البقيه، يعني ايش قد بيعيش هذا الشخص. فراح شو عملوا ببداية التجربة أو بأول دراسة عملت؟ عملوا صنفوا أو درسوا 10 أنواع من الظروف السيئة اللي يمكن يتعرضوا لها الأطفال، بينات الاعتداءات الجسدية بالبيت، الاعتداءات الجنسية بالبيت يعني sexual abuse، من بيناتها الشيء اللي بيسموه emotional abuse، يعني التعنيف العاطفي خلينا نقول، أو الأذى العاطفي، من بيناتها الإهمال اللي هو neglect، من بيناتها العنف المنزلي إنه الأب عم يضرب الأم أو الأم عم تضرب الأب في بعض الحالات، من بيناتها إنه يكون واحد الأبوين مثلاً عم ياخذ مخدرات، من بيناتها واحد الأبوين عنده مشكلة أو مرض نفسي، من بيناتها الأبوين الأب والأم منفصلين عن بعض أو مطلقين، يعني بيناتها إنه واحد الأبوين بالسجن. فدرسوا 10 انواع من انواع الظروف النفسيه او الظروف اللي ممكن يعيشها الاجتماع، ممكن يعيشها الاطفال في هذه البيوت، وشافوا انه من هالعشر انواع هذول كل ما عاش الطفل بعدد اكبر من هذه الظروف، كل ما كان تاثير هالظروف هي على مستقبله كادلت، كشخص بالغ، سلبيا اكثر. مثل ما حكينا من ناحية إنه يدخل بسلوكيات سلبية جدا، يعني يبلش ياخذ دراجز، يبلش ياخذ مخدرات أو كحول، يبلش يؤذي حاله ويؤذي الآخرين، يكون عنيف، احتمال إنه يصير عنده أمراض جسدية، يعني أمراض قلب وربو وسكري وجلطات على الدماغ وعلى الرأس إلى آخره، احتمالها بيزيد، احتمال فرصته في الحياة، في التحصيل العلمي، في تحصيل العمل،
إقامة علاقات ناجحة مع الناس إلى آخره بتنقص، ومثل ما قلنا هذا الشخص بيعيش أقل. يعني كل ما كان عنده عدد أكبر من هذه العشر أنواع من المشاكل، اللي هي مشاكل نحن ما عم نحكي على صدمات والضرورة كثير عنيفة، يعني يكون الأبوين مثلا مطلقين، يكون الواحد الأبوين بالحبس مثل ما حكيت، يكون واحد منهم عنده مرض نفسي، الأم عندها اكتئاب مثلا، واحد الأبوين يكون بياخذ حشيش، بياخذ مخدرات، يكون في عنف منزلي. ايش قد في نسبة عنف منزلي مثلا ببلادنا في سوريا أو ببلدان اللجوء مثلا؟ فنحن عم نقول كل ما كان عند الطفل بفترة طفولته عدد أكبر من هذه الإشكالات، كل ما كان في علاقة طردية متناسبة، كل ما زاد احتمال يصير عنده كل هالتفاصيل. هلا أعطيكم أمثلة بالأرقام. احتمال أنه يدخن الإنسان، أنا أخذ التدخين، إذا كان الشخص ما عنده أي واحد من هذول العشر مشاكل في طفولته، احتمال أنه يدخن كشخص بالغ هو واحد من 16، يعني كل واحد من 16 بني آدم ممكن يدخن. إذا كان عنده سبعة من هذول العشرة أو أكثر، واحد من ستة من هؤلاء الناس راح يطلع مدخن. الكحول، نحن بنشوف ناس كحوليين وبنقول هذول ناس عاطلين وهذول ناس مدري شو وعندهم، ونعمل لهم جادجمنت، يعني نقيم عليهم بعض الأحكام السلبية. احتمال انه واحد يدخن اذا ما كان عنده اي واحد من هذول العشر اشكالات اللي حكينا عنهم، احتمال انه واحد عفوا ياخذ كحول هو واحد من 70. اذا كان واحد عنده سبعه او اكثر من هذه العوامل العشره، احتمال انه يكون مدمن على الكحول هو واحد من 6. امراض القلب، هلا واحد يطلع امراض قلب، هذا مشكله عضويه، هي شو لها علاقه بانه واحد من الابوين يكون ياخذ دراجز، ولا واحد وين يكون بالسجن، ولا انه يكون عم شو دخل انه الطفل يكون عم ينضرب بصغره بانه يصير معه امراض قلب بالمستقبل؟ هل دراسه تقول اذا كان انا ما عندي اي وحده من هذول العشر مشاكل، احتمال يصير عندي امراض قلب هو واحد من 14؟ اذا كان عندي سبعه او اكثر من هذه العشره، احتمال يصير عندي امراض قلب واحد من 6. الشغلة الأخيرة بدي أحكيها هي بهالموضوع، هي محاولات الانتحار. واحد من تقريبا 1% من الناس يحاولون الانتحار إذا ما كان عندهم أي مشكلة من هذه المشاكل العشرة اللي حكينا عنها. إذا كان عنده سبعة من هذه العشر مشاكل، نرجع بنقول هي عنف في الطفولة أو إيذاءات جسدية أو جنسية أو نفسية أو إهمال أو زوجين مطلقين، أهل مطلقين أو أب بالسجن أو إلى آخره. إذا كان عنده سبعة من هذه العشرة، احتمال إنه يحاول ينتحر هو 20%، هو 1 من 5، مقارنة بتقريبا 1% إذا كان شخص ما عنده أي واحد من هدول الـ Adverse Childhood Experiences، الـ ACE أو الـ ACEs بنسميها. فإذا نحن عم نحكي عن ظروف الإنسان اللي عاشها بطفولته، هي عم تقرر تقريبا، عم تقرر مستقبله. ممكن نطلع على بعض البيئات، سواء في مانشستر أو بحلب أو بحمص أو بأي محل من هذه المحلات. طبعا ما بدنا نطلع على الأماكن مثلا بإدلب أو غيرها. إذا طلعنا على بعض هذه البيئات وشفنا، ممكن نحكم على هؤلاء الأشخاص، ممكن نحكم على الأطفال اللي عم يعيشوا في هذه البيئات، ونشوف نحكم عليهم من هلأ كيف راح تكون حياتهم بالمستقبل كأشخاص بالغين. ايش قد راح يعيشوا؟ شو راح يكون احتمال انه يصير عندهم امراض جسديه مثل ما حكينا، امراض قلب وسكر وضغط والى اخره؟ شو احتمال انه يصير عندهم مشاكل ادمان على كحول ومخدرات وغيره وغيره؟ شو احتمال انه يصير عندهم جوب، يعني شغل، وانه يدرسوا ويتعلموا الى اخره؟ فنحن عم نحكي عن يعني عن مشكله كثير كبيره، ولكن يمكن يعني يمكن تعديل هذا المسار الحياتي بانه نحاول نتدخل بمرحله مبكره. طيب بدي احكي شوي عن البي تي اس دي، اللي هو اضطراب ما بعد الصدمه. مثل ما حكينا، نطلع بس اذا في اسئله. الحمد لله ما في اسئله، فراح نكمل. و
مثل ما حكينا راح ناخذ اسئله بالاخير اذا في اسئله، يا ريت تكتبون اذا حدا عنده اي سؤال. اضطراب البي تي اس دي او اضطراب ما بعد الصدمه النفسيه البوست تروماتيك ستريس ديس اوردر دخل بالتصنيف الامراض النفسيه الامريكي، لانه مثل ما حكينا سابقا نحن كل شيء تصنيف له علاقه بالامراض النفسيه بيجينا من امريكا. دخل بال 1980 اللي هو من وقتها صار اسمه الشيء اللي بنعرفه البي تي اس دي، ولكن هو كان معروف سابقا من فتره طويله، ويعني بلش ينحكى عنه كثير بالحرب العالميه الاولى لما الناس صارت تحكي على الشيء اللي سموه الشيل شوك، لما اكتشفوا انه او صدمه القذيفه او القذائف او الى اخره، لما الناس صارت تجي يرجعوا الجنود من الحرب ويصير عندهم مشاكل نفسيه كثير كثير عنيفه، فبلشوا يلاحظوا انه في مشكله هون عند هدول الناس عم يتعرضوا لصدمات من هذا النوع. بس مثل ما قلنا اخذ شكل، يعني هالاضطراب هذا اخذ شكل فيما يتعلق بالتصنيف الامراض النفسيه بال 1980. اذا بنحكي عن اعراض هذا المرض بنحكي بشكل اساسي عن انه لازم الشخص يكون تعرض لحدث صادم عنيف وشديد، سواء هو تعرض له بشكل مباشر او شهد حدا اخر تعرض لهذا الحادث، او ممكن يكون سمع عن شخص بهمه قريب او صديق او الى اخره تعرض لحدث كثير عنيف او مؤذي. فاذا هذا اساسي، عم نحكي على بوست تروماتيك، فاذا لازم يكون في شيء تروما حصلت. الاعراض الاساسيه اللي بنشوفها هي الشيء اللي بيسموه الاعراض التطفليه اللي بنسميها بالانجليزي انتروسيف، بس افضل تسميه لقيتها هي انه سواء كانت ذكريات يعني ميموريز، او سواء كانت احلام يعني كوابيس، او سواء كانت شيء يسمونه الفلاش باكس او الاسترجاع لشيء اللي حصل معه كصدمه للحدث الصادم اللي حصل معه، فبيحس بترجع بتصير معه نفس يعني ببلش بيحس وكانه عم تصير معه نفس الحدث هذا، لنفرض حادث سياره حصل معه برجع بتذكره بشكل متكرر وما بيقدر انه يطرده من مخيلته، بيشوفه بمنامه، يعني بيصير عنده كوابيس عن هالحدث هذا نفسه او شيء كثير قريب له، بيرجع بيعيش الحاله وكانها تحصل الان بشكل متكرر، مثلا عدد المرات باليوم او ثلاث اربع مرات بالاسبوع او الى اخره. كل ما صار في اي تريجر يعني اي محرض، سواء مثلا قرب لمحل بيشبه المحل اللي صار عنده هذا الحادث السياره، او التقى مع شخص ذكره بشيء له علاقه بهذا الحادث، او شم ريحه بتشبهها، مثلا شم ريحه شو بعرفني حديد عم يحترق او بنزين او الى اخره. بوضع مثلا بالسياق السوري كثير من الناس بيقول لك بس شاف طياره مثلا ماره بالجو، طياره مدنيه، بصير ترجع عنده الاعراض، بتذكر كيف اعتقل، بتذكر كيف كان ينقصف بيته. كل ما شاف شخص بلباس يونيفورم يعني بلباس نظامي، سواء كان مثلا شخص عنصر من الشرطه او كذا، بيرجع عنده ذكريات او الفلاش باكس، هي الصور الراجعة يعني أو المسترجعة، أو ترجع تصير عنده كوابيس أو هيك. فهذا الريليفينج إعادة العيش، يعني إنه يعيش الحدث اللي حصل معه مرة أخرى أو مرات متكررة، فهذا من أهم الأعراض اللي بتصير بالبي تي اس دي. الشيء الثاني اللي يصير بالبي تي اس دي هو اللي بنسميه التجنب. يعني الشخص المريض اللي يعاني من هذه المشكلة بيحاول يتجنب قدر الإمكان اي شيء بيذكره ب الشيء اللي حصل معه، الحادث، الصدمه اللي حصلت معه. فلذلك بنشوف انه ممكن احيانا الواحد يكون يعني يجمد تماما ببيته ويقعد وما يطلع ما يعمل اي شيء، لانه اي شيء ممكن يعمله سواء طلع لاي محل من البيت او اللقاء مع اي حدا من الناس او اي حديث ممكن يبلش يذكره بالشيء اللي حصل معه، فلذلك بيصير يعني حياته كثير بتصير محدوده. الشغلة الثانية اللي بتصير ممكن تصير هي السلوكيات اللي ممكن تكون يعني مهدمة له أو مهدمة للناس الآخرين. الناس بلش تاخذ مخدرات، تاخذ كحول، ناس بتبلش مثلا بيصير عندها مشاكل بالنوم كثير كثير. الناس لأنه
بيخافوا ليصير معهم كوابيس فبيبطل ينام، سواء ما عم يقدر ينام لانه دائما ذهنه مشغول بالشيء اللي حصل معه، او هو بيمنع حاله من انه بيقول لك مثلا بيجيك مرضى بيقول لك ما بدي انام لانه بس نمت راح يصير معي الكابوس، كابوس كثير كثير مخيف ومؤلم. الذاكره ممكن تضطرب، التركيز ممكن يضطرب، ببلش الانسان بحس بحاله من الهيجان والانفعال اللي ما بيقدر بيه، لذلك كثير من هدول المرضى مثلا بيروحوا بياخذوا مخدرات مثل الحشيش لانه الحشيش بيهدي، فحتى يهدي لهم من حاله الهيجان والغضب اللي عم يعيشوها. مشاعر ممكن تصير مشاعر بالاحاسيس بالذنب مثلا، ممكن يحس انه خصوصا مثلا بضوء اذا كان الحدث اللي حصل معه حصل لناس اخرين، هو الشخص الوحيد اللي نفد، الناس اللي حواليه ماتوا مثلا او اعتقلوا بعدين ماتوا بالحبس او الى اخره، شيء بيسموه سرفايفر جيلت، يعني الجيلت او احساس بالذنب اللي بيعيشه الشخص اللي هو نفد، يعني سرفايف من صدمه من مشكله حصلت له ولاخرين معه. احساس بالعار او الشيم ممكن يصير عند الانسان، سواء مثلا شخص اعتقل واغتصب مثلا بالسجن كان يبلش يصير عنده احساس بالعار او الخجل الشديد، احساس الخوف من انه ترجع تحصل عنده هالمشكله هي. كثير من الاحيان الناس بتوصف لك توصف لكم احاسيس انه التبلد النفسي ما بيعود يحس بشيء نهائيا. في اضطراب ما بعد الصدمه النفسيه افكار الانسان تتغير عن حاله، ببلش احيانا يحس انه هو شخص سيء، مثل ما حكينا احساس الذنب ممكن يقود الى لهي الفكره، ممكن يحس انه ما عاد يقدر يثق بالناس، احساس انه الناس خانته اللي حواليه، ممكن يحس انه العالم فجاه اصبح خطرا جدا عليه، مثل ما حكينا سابقا على الافتراضات اللي بتتهشم كنتيجه للصدمات النفسيه، العالم فجاه يصبح خطرا جدا وما في امان يعني، والناس ما إلها امان. احتمال الناس اللي عندها PTSD غالبا ما مثل ما حكينا سابقا المصائب لا تاتي فرادى، يعني ما بيجي حدا بس معه PTSD، غالبا بيجي معه PTSD ومعه اكتئاب ومعه قلق ومعه مدمن على المخدرات او الحشيش، مدمن على الكحول، عم ياخذ ادويه كثير، وكل ما بيروح على طبيب بيزيد له دواء بيرجع بيزيد له دواء بيرجع بيزيد له دواء، بيجوا بيصير عندهم مشاكل جسديه مثلا، الالام الام الظهر والالام المزمنه كثير كثير مرتبطه بالصدمات النفسيه. هي شغله نسيت احكيها سابقا انه السوماتيك سيمتومز، يعني الاعراض الجسديه اللي بيكون بتعمل له فحص للمريض وبتعمل له تصوير وبتعمل له كل التحاليل وكل الفحوص، ما في شيء عضوي ولكن ما في شيء عضوي خطا يعني بجسمه، ولكن بيضل المريض عم يعاني من هذه المشاكل الجسديه اللي سببها بشكل اساسي هو الصدمه النفسيه. نسب ال PTSD مثل ما قلنا 25% من الناس اللي بيتعرضوا لصدمات نفسيه بيصير عندهم PTSD، ولكن اذا جينا على المجتمع بشكل عام مش قد ناس بتشخص عندهم PTSD، بامريكا هالنسبه هي تقريبا قريب 9% حوالي 8.7%. اذا رحنا على قارات خلينا نقول ثانيه نسبه ال PTSD هي حوالي 1%، فراح اترككم ل تفكروا ليش في عندنا بامريكا نسبه PTSD 8% وشوي ببقيه العالم 1-2% او شيء من هيك. طبعا الدراسات كثير كثير تختلف وكيف عم نشخص PTSD، هل عم نعطيه استماره للمريض ونقول له مليه، ولا عم نقعد معه ساعه زمان ويحكي مع طبيب نفسي او الى اخره. بس المهم في بامريكا نسبه كبيره نسبه كبيره من الناس عم يتشخصوا ب PTSD، بقيه العالم النسبه ليست بهذا الحجم. النساء عاده بشكل عام النساء يصابن بال PTSD بشكل اكبر من الرجال. بحرب فيتنام الجنود اللي كانوا يرجعوا من الحرب، اول شيء كانوا يحكوا انه عندهم اكتئاب وعندهم قلق والى اخره، بعدين اكتشفوا انه ممكن يحكوا انه في عندهم PTSD، وهذا ممكن يعطيهم compensation، يعني يعطيهم تعويض لانه اصابتهم او المرض النفسي، خلينا نقول المشكله النفسيه اللي عم يعانوا منها
حصلت كنتيجة لعمله اللي هو إنه هو محارب أو هو جندي أو لإصابته في الحرب. فكمان راح أترككم لتطلعوا باستنتاجاتكم الخاصة في هذا الموضوع. احتمال إنه شخص يصاب بالـ PTSD أكبر إذا كان الحدث الصادم اللي تعرض له الشخص هو اغتصاب بشكل خاص، أو إذا كان حدث في سياق تطهير عرقي خلينا نقول، أو جينوسايد، يعني شو بدنا نقول جينوسايد، يعني ما بتطلع معي الكلمة بالعربي. المهم يعني لو بصير في تطهير عرقي مثلا لجزء كبير من الشعب أو إلى آخره، إصابات الحرب بشكل خاص وإصابات وصدمات لها علاقة بالخطف مثلا، هي كمان يعني تزيد احتمال إصابة بالـ PTSD بنسبة كبيرة. نص الناس اللي يصير معهم PTSD بيتعافوا خلال تقريبا 3 شهور، النص الثاني ممكن يصير عندهم شيء مزمن، يعني بيطول عندهم ما يتعافوا لفترة طويلة حتى مع العلاج. يتعلق هالموضوع مين بتعافى ومين ما بتعافى، يتعلق بامور كثيره، من بيناتها حجم الدعم المتوفر لهم، الدعم الاجتماعي من اهلهم من اصدقائهم من اقربائهم الى اخره. تبين انه الناس اللي عندها بعد ديني لحياتها، بعد اخلاقي، بعد روحاني لحياتها، هذا كمان بيساعد، بيعطي يعني بيساعدهم انه يتعافوا من البي تي اس دي، او بيمنع انه يحصل بعد اصابتهم بردود او بصدمات نفسيه. طيب لاحكي شوي بس على السياق السوري، في معنا حوالي 10 دقائق او هيك. البي تي اس دي اخذ اهتمام كبير بالسياق السوري بعد الثوره وبعد المآسي اللي صار يتعرض لها الناس. المنظمات غير الحكومية اللي دخلت لتساعد السوريين في سوريا وفي دول اللجوء صارت تدرب الناس العاملين في الحق النفسي بشكل واسع على علاج الـ PTSD والتعامل معه. نرجع نقول PTSD هو الاضطراب ما بعد الصدمة النفسية، ولكن الحقيقة النسبة ليست، يعني نسبة الناس اللي عم تعاني من PTSD في سوريا هي ليست بالكبيرة جدا مثل ما كان يعتقد. في نسبة تروما مثل ما حكينا يمكن 100%. كل الناس إذا سألت أي شخص في سوريا هل تعرضت بنفسك أو نفسك أو شهدت أو عشت أو سمعت عن مشكلة أو صدمة نفسية تعرض لها حدا من الناس اللي بتعرفه راح يقول لك إيه. بس الـ PTSD ليست مشكلة كبيرة جدا، الأكبر منها هي مشاكل الحياة اليومية اللي عم يتعرض لها الناس في سوريا اليوم ومن 5 سنين ومن 7 سنين إلى آخره، سواء كان في سوريا أو في دول اللجوء أو حتى في إنجلترا. الصدمات النفسية اللي يعاني منها هؤلاء الناس، الاعتقال، القصف إلى آخره، بتضل موجودة، بتضل مهمة بذهنهم، بتأثر على حياتهم. ولكن ما يؤثر على حياتهم أكثر من الصدمات النفسية التروماز، ما يؤثر على حياتهم هو ضغوطات الحياة اليومية اللي عم يعانوا منها بشكل يومي، يعني مشاكل الحصول على عمل، الفقر، نقص المواد الأساسية مثلا في حياتهم، عدم قدرتهم على انه يبعث اولاده مثلا للمدارس، نقص الرواتب، فجأة لقوا حالهم من غير شغل مثل ما قلنا، النساء اللي عم يتعرضوا للضرب بشكل يومي والى اخره والى اخره. يعني هذا نتيجة عدد من الدراسات، من بيناتها احد اصدقائنا الباحثين الاستراليين اللي راحت على الأردن ودرست اللاجئين في المخيمات وعملت بحث كثير مهم مع عدد من شبابنا من شباب أصدقائنا في الأردن بهلا في مناطق مختلفة هن، وسألت اللاجئين إنه شو اللي بيأثر على حياتكم بشكل أو شو اللي بيأثر على حياتكم يعني بشكل يومي، هل هي الردود النفسية اللي تعرضتوا لها ولا التفاصيل الحياة اليومية؟ هي بشكل أساسي هي تفاصيل الحياة اليومية، مشاكل ضغوطات الحياة هي مهمة أكثر. شغلة ثانية اللي بدي أحكيها هي المعنى، يعني فيما يتعلق بالسياق السوري، المعنى الذي
يعني المعنى اللي الإنسان في سوريا أو في خارج سوريا بيفهم من خلاله معاناته أو بيربطه بمعاناته اللي تعرض لها خلال السنوات الأخيرة، إنه هل أنا المعاناة اللي عم أمر فيها، المصائب اللي عم أمر فيها، هل هي جزء من مخطط؟ هل هي جزء من مؤامرة كونية أو غير كونية؟ هل هي جزء من حكمة ربانية مثلا؟ هل هي جزء من عقاب؟ هل هي جزء من صراع بين الخير والشر وأنا على أحد طرفي هذا الصراع؟ هل هي جزء من امتحان مثلا ينبغي أن أجتازه إلى آخره؟ فهذا كتير كتير مهم، وهذا كتير بيأثر على، أو يعني بيأثر على أنه كيف هالمشاكل اللي تعرض لها الإنسان، هالصدمات النفسية ممكن تأثر عليه بالمستقبل. شخص بيفهم أنه شيء عم يصير له هو جزء من حكمة ربانية، والله بيعرف شو عم يصير فينا والله عنده حكمة بهالموضوع. تأثير هالصدمة عليه، تأثير القصف، تأثير التهجير، تأثير الاغتصاب إلى آخره، رح يكون كتير مختلف عن إذا فكر أنه شيء اللي عم يصير ما له معنى أبدا، أو شيء اللي عم يصير هو جزء من مخطط أو مؤامرة كونية أو إلى آخره إلى آخره. بهيك حالة الـ PTSD لما مثل ما حكيت لكم عنه كمجموعة من الأعراض، ما بياخذ بعين الاعتبار أي سياق لمعاناة الإنسان، ما بياخذ بعين الاعتبار أي معنى لمعاناته، اللي هي المعنى يختلف من شخص إلى آخر حسب منظومة القيم تبعه، حسب اعتقاداته الدينية، حسب اعتقاداته الأيديولوجية خلينا نقول السياسية وغيرها، وحسب أخلاقياته. الـ PTSD بيفرجيك إنه معاناة الشخص هي مجموعة من الأعراض اللي تلخص مرض نفسي عند الشخص. فإذا لما عم أقول شخص عنده PTSD عم أقول شخص مريض نفسيا، غير لما عم أقول شخص عم يعاني معاناة لها معنى مهم في سياق حياته وهويته وانتماءاته وإلى آخره. الـ PTSD ممكن يكون مرض أصاب جندي النظام اللي عم يرتكب المجازر والاغتصاب والقتل لأنه شاف رفيقه قدامه بقذيفة. ممكن يصيب الامرأة اللي اعتقلت وقتل زوجها أمامها واغتصبت في الحبس وإلى آخره. فإذا نحن عم نحكي هل هدول الشخصين هن مثل بعض، معاناتهم هي نفسها؟ للأسف الطب النفسي PTSD كمرض نفسي يضع يعني هذين الشخصين في نفس الوضع. اثنيناتهم عم يعانوا مرض نفسي، اثنيناتهم لازم ياخذوا دواء اكتئاب ولازم ياخذوا علاج نفسي. ولكن الشيء اللي حصل لخلى الجندي او السياق اللي الجندي تعرض للصدمه النفسيه تبعه اللي ادت لل PTSD عنده هو كثير مختلف عن السياق اللي تعرضت له الامراه المعتقله او المغتصبه او غيرها. فاذا هون عم نحكي على قصور كبير في التشخيصات الامراض النفسيه، وال PTSD على راسها يعني. PTSD مثل ما حكيت يعامل الإنسان كأنه مجموعة من الأعراض من دون أي سياق، من دون أي معنى لمعاناته، ومن دون أي أبعاد إنسانية وأخلاقية وسياسية ودينية وروحانية لهذه المعاناة. أي تروما يتعرض لها الإنسان تخلق عنده أسئلة وجودية، شو معنات الحياة وشو هدف وجودي منها وشو معنات المعاناة اللي أنا عم أعيش فيها وليش الله عرضني أو فرض علي هذه المعاناة هي. كثير أحيانا الناس بتتأثر، إيمانها ببلش بيضطرب أو ببلش بيتخلخل. شفناه بسوريا مثلا ناس كثير راحت باتجاه تدين شديد، بعض الناس راحت باتجاه إلحاد لأنه بلشت تعيد النظر في أسئلة وجودية كثير كثير كبيرة. PTSD ما بتحكي عن أي أسئلة وجودية، بتحكي عن أعراض، بتحكي عن نقص بالنوم، بتحكي عن نقص بالتركيز وبالذاكرة وإلى آخره. فإذا هذا يخلينا نفكر إنه المنظمات اللي بلشت تركز كتير وتعمل سكرينينج، يعني تمسك 2000 واحد بالمخيم وتسألهم أسئلة، عندكم أعراض PTSD ولا ما عندكم؟ هل هن فعلا عم يروحوا للمشكلة الحقيقية اللي عم يعاني منها هدول الناس؟ ولا يعني الانجليزي في ترم بيقولوا باركينج اب ذا رونج تري، يعني عم يروحوا للمحل الغلط ليشوفوا شو معاناة هذول الناس الحقيقية.
شيء ثاني اللي حكينا عنه انه معظم الناس يخرجون من الصدمات النفسية سالمين وفي بعض الأحيان أقوى مما قبل. وهون بدي أحكي كلمة أخيرة على الشيء اللي بنسميه strength based approach، يعني اللي هي المقاربة للصدمات النفسية وللتروما، اللي هي مقاربة تستند إلى عوامل القوة اللي عند الإنسان، عوامل الصمود، عوامل المرونة. الاسم الآخر اللي يسموه هون هو الريزيلينس، الصمود أو المرونة أو المقاومة. لما درست في دراسة الماجستير اللي عملتها، لما درست اللاجئين السوريين هون في مانشستر، شو العوامل اللي ساعدتهم في الصمود وتحمل واقعهم المؤلم سواء في سوريا أو خلال رحلة اللجوء، لبعضهم إجوا البحر أو في حياتهم بعد اللجوء في إنجلترا. أعطوني ثلاث أنواع من الأجوبة المتداخلة مع بعضها. طبعا الجواب الأول وليس الأكثر شيوعا هو الناس اللي عندها صفات شخصية ساعدتها في التحمل، بيناتها إنه ناس عندها أمل، عندها متفائلة وعندها نظرة للمستقبل، ما بتطلع لورا بتطلع لقدام. في شيء بفكرة اللجوء بحد ذاته هو له علاقة بنظرة للأمام، مشاني مشان أولادي ومستقبل أفضل وإلى آخره. الناس عندها قيم أخلاقية ساعدتها بأنها تستمر، أي على مستوى الصفات الشخصية. الجزء الثاني الكبير من الأجوبة اللي إجت هي الإيمان أو القناعات الدينية. الدين كان عامل كتير كتير مهم، ساعد الناس بأنه تصمد وتتحمل وتصبر رغم المعاناة والألم والأذى. الدين كان عم يساعد الناس بطرق مختلفة، من بيناتها اليقين بأنه في قدر، بالموضوع هذا قدري وأنا من واجبي أنه أتحمله. فكرة أنه الدين عم يعطي أمل للناس للمستقبل. فكرة أنه الدين بيحمي من الانتحار. كثير من الناس لما حكوا لي أنه حسوا بلحظات أنه أنا بدي انتحر، أنه أنا أفضل شيء لأخلص من هذه المعاناة أنه أنهي حياتي بشكل كامل، ولكن بذهنهم الانتحار هو حرام، هو خطيئة كبرى، فهذا منعهم من أنه ينتحروا. وطبعا هلأ حياتهم أفضل. الدين بيعطي معنى مثل ما حكينا لمعاناة الإنسان والظروف اللي عم يمر فيها، بيعطيها أنه في شيء، أنه معاناتنا ما هي يعني بغير هدف أو بغير معنى. بيعطي فلسفة للحياة. الدين بحد ذاته بيعطي إحساس. عم أحكي على هدول الناس بغض النظر عن قناعاتي، بغض النظر عن قناعات الآخرين من الحضور، الناس اللي أنا حكيت معهم. الدين بيعطي إحساس بأنه الله رح يحمينا ورح يدير باله علينا، فهذا بيعطي إحساس وطمأنينة، بيساعد الناس كثير. مثل ما حكيت، هاي الإجابات اللي أعطوني إياها اللاجئين اللي سألتهم شو اللي ساعدكم. النوع الثالث أو النوع الثالث من الأجوبة اللي هو الأهم والأكثر شيوعاً عند الناس، كان له علاقة بالعوامل اللي أنا بسميها interpersonal factors، يعني عوامل اللي لها علاقة بعلاقات الناس ببعضها. بشكل أساسي كان موضوع العائلة كتير كتير مهم. إحساس الإنسان بأنه في عائلة هو مسؤول عنها، سواء كان أطفال أو زوجة أو أهل كبار أو إلى آخره، كان ساعد بأنه الناس تستمر وتصمد وتتابع وتتحمل. إحساس بأنه العائلة هي العائلة كان عم تعطيه دعم للشخص، تمام، عم تساعده بأنه يتحمل وأنه إنه يصبر. بيروح بيحكي مع أبوه، مع أخته، مع أخوه، مع زوجته، بيساعدوه، بيعطوه دعم، بيساعدوه بالصبر والصمود. الشغلة الثالثة المهمة هي إحساس الشيء اللي أنا سميته sense of community، يعني إحساس إنه نحن كلنا عم نعاني بمعاناة مشابهة، أنا ماني وحيد في هذه المعركة هذه، وهذا كثير بيساعد بإنه الناس تصبر وتتحمل. أبشع شيء بهذه الظروف إنه الواحد يحس إنه أنا لحالي. فالشيء اللي حصل مع اللاجئين مثلا في سوريا أو مع الناس في سوريا بشكل عام إنه we are all in it together، مثل ما بيقولوا، يعني كلنا بنعيش هالظروف. وطبعا بعض منا ظروفنا مختلفة عن بعضنا، معاناتنا مختلفة، بس قسم كبير من الناس، آلاف وملايين الناس، عم تعاني معي بمعاناة مشابهة. الشغلة اللي كانوا يقولوا لي إياها إنه اللي بيطلع على مصيبة غيره بتهون عليه مصيبته. فدائما لما هدول الناس كانوا عم يطلعوا على حواليهم إلا ما يلاقي له حدا
مهما كان معاناته صعبة، إلا ما يلاقي له حدا معاناته أصعب منه، فهذا بيخليه يرتاح شوي. طبعا برجع بقول، هل أجوبة هاي هي أجوبة الناس اللي أنا عملت معهم مقابلات في مشروع الماجستير تبعي، سواء كان بعض منا يعني وافق عليها أو لا، وهي لا تمثل قناعاتي، يعني قد تمثل أو لا تمثل قناعاتي الشخصية. هذا كل ما أردت أن أقوله اليوم في سؤال من آمنة الخولاني نختم فيه يمكن. شكرا يا آمنة. شو الفارق من حيث النتائج والأعراض بين تعرض الإنسان لصدمة أو أذى بسبب كارثة طبيعية أو كان السبب إنساني مثل حرب أو اعتقال؟ سؤال كثير يعني حلو، حلو بطريقة غريبة شوي لنحكي عن 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 قصص كثير مؤلمة، بس ما بعرف إذا بنقدر نجاوب عليه بكلمتين. الجواب هو له علاقة بشيء حكيت عنه قبل شوي، هو شو المعنى اللي أنا أضفيه على المعاناة اللي عم أعيش فيها، على الحدث اللي حصل معي، كيف أنا بفهمه. يعني أنا بفهمه أنه مثلا أنا بمعركة ضد الشر، وبالتالي من واجبي بجوز جزء من قيمي الأخلاقية الإنسانية الدينية إلى آخره أنه أخوض هذه المعركة، وبناء عليه رح أتعرض هذه الكارثة مثلا أو الاعتقال أو الأذى. هذا كثير مختلف عن إذا كانت الكارثة عندي هي طبيعية. فشيء له علاقة بالمعنى، شيء له علاقة بكيف أثرت علي وعلى الناس المحيطة فيني بشكل عام، شيء له علاقة بتفاصيل الحق والجستس والعدالة يعني والقيم الأخلاقية الأخرى. ف هذا الشيء اللي بقدر يعني بقدر بحكيه. بس طبعا مثل ما قلت سابقا انه في فرق كبير بالنتائج، وان كان تقديرها صعبا جدا، يعني من ناحيه انه كيف اذا صار زلزال بيخلق بياثر على حدا، كيف اذا صار اعتقال بياثر على حدا ثاني، ولكن تاثير الصدمات اللي بين شخصيه مثل ما بيقولوا، او اللي هي نتيجه اذى من شخص اخر علي، سواء كان اعتقال او حرب او عنف او الى اخره، هي اكبر عاده، وتؤدي الى مشاكل نفسيه سواء كان PTSD او غيره بنسب اكبر بكثير من احتمال هذه المشاكل اذا كانت الصدمه الاساسيه هي كارثه طبيعيه. وخلينا ما ننسى انه الكارثه الطبيعيه تصيب كل الناس. يعني الكورونا فيروس صاب رئيس الوزراء مثل ما صاب افقر و و و أبسط خلينا نقول إنسان في هذا البلد وكل البلدان، في حين لما بيصير في حرب الناس بتموت هي الناس البسطاء، الدراويش، الفقراء اللي ما عندهم أبسط وسائل الحماية. فهذا بيعزز الإحساس اللي كان already موجود عند هذول الناس بغياب العدالة في هذه الدنيا على الأقل، أو غياب المساواة. فيمكن هي أفضل جواب بقدر بقول لك إياه، بس أكيد هذا الموضوع ممكن نحكي فيه لفترة طويلة. طيب، شكرا لحضوركم معنا سواء اليوم أو في حلقات الماضي في الحلقات الماضية، وإن شاء الله الكل بيضل بخير بصحة نفسية وجسدية جيدة، وكل عام وأنتم بخير. وشكرا جزيلا مرة ثانية لمنظمة فكر وبناء Rethink Rebuild Society. رجاء ادعموا هذه المنظمة بكل ما تقدرون. وأصبحوا على خير. مع السلامة.